اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صناع القرار. يمكن اكتر حاجه اتكلمنا عنها هنا في البرنامج هو ملف الصناعه. خصصنا عشرات الحلقات عن القطاع المهم ده. اتكلمنا عن التحديات والمطالب، وعرضنا هنا بوضوح مع مصنعين ومسؤولين كتير مشاكلهم وتحدياتهم، واللي كان على راسها تداخل عشرات الجهات في الرقابه على اعمال المصانع، ده غير ملف المصانع المغلقه. والحمد لله تابعنا الأسبوع ده صدور قرار رئاسي بمعنى غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار حكومي، ومش بس كده بل أخيرا قررت الحكومة تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية بتضم ممثلين عن 10 وزارات وهيئات مختلفة، مهمتها الأساسية التفتيش والرقابة على المصانع. بالبلدي كده أنت كصاحب مصنع مش هروح لك خلاص تفتيش من الصحة وبعدين من الأمن الصناعي وبعدين يجي لك تفتيش ثالث من سلامة الغذاء مثلا وغيرهم وغيرهم. من الآخر هتتعامل فقط مع لجنة واحدة فقط بتضم كل الوزارات الحقيقية. ومن موقعي ده بقول إن الواحد لازم فعلا يكون فرحان بقرار زي ده، وزي ما تناولنا السلبيات دورنا برضو نسلط الضوء على الإيجابيات ونشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعة. السؤال هنا، هل الحلم انتهى عند الحد ده؟ اكيد لا. معنا تقرير هنعرضه ليكم بيتكلم عن اهمية الصناعة المصرية والتحديات والحوافز الجديدة اللي اقرتها الحكومة، وهنرجع لكم تاني. لسه في مطالب كتير وتحديات كتير، بس المؤكد ومن اللي احنا شايفينه على ارض الواقع ومن بيانات وتحركات الحكومة اليومية ان فيه اهتمام غير مسبوق وغير عادي بملف الصناعة. علشان كده هنخصص فقرة كاملة النهاردة نتكلم فيها باستفاضة عن القرارات الجديدة ونفهمها للمستثمرين ولأي حد عاوز يفتح منشأة صناعية. ولكن قبل ما اروح للملف الصناعة، ما يقدرش ينسى او يتغافل ملف تقريبا بيهم كل مصري اللي هو اسعار الذهب. تابعنا ارتفاعات كتيرة في اسعار الذهب اخر فترة، ببساطة عشان السعر العالمي بيزيد بسبب التوترات الجيوسياسية اللي عمالة تتصاعد حدتها يوم عن التاني، وده طبعا ساهم في قلة المعروض. مش بس كده، الدولار في مصر تقريبا زاد جنيه او اكتر شوية، وده سمع في سعر الدولار، لان زي ما حضراتكم عارفين المعدن الاصفر هو اللي بيقيمه الدولار. طيب دلوقتي السؤال، الذهب رايح على فين؟ نشتري ولا نصبر شوية؟ كل الاسئلة دي هندور على اجابة ليها مع الاستاذ هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية. اهلا بيك استاذ هاني. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. ابدا بحضرتك بسؤال تقليدي كل المصريين بيسالوه دلوقتي، الذهب رايح على فين؟ الذهب حاليا بيسجل ارتفاعات يمكن جديده من نوعها، والشاشه العالميه بتوصل ل 2470 او 80 دولار للبرميل. تمام. ودي ارقام كلها تعتبر جديده، يعني لم يصل ليها الذهب من قبل في أي وقت من الأوقات يعني. وده بينعكس على السوق المحلي، وزي ما حضرتك أشرت كده إنه الزيادات العالمية دي بتأثر على السوق المحلي مع زيادة الطلب. فإحنا بنسجل حوالي 3480 للعيار 21 في السوق المحلي هنا حاليا. تمام. طيب الملاحظ ان تسعير الذهب حاليا اعلى من الدولار في البنوك، ايه اسباب ده وده معناه ايه يا استاذ هاني؟ لا، هو التسعير مش مرتبط حاليا بالدولار بقدر ما هم ثلاث عوامل بيأثروا عليه. هو زي ما حضرتك قلت سعره العالمي وسعر الدولار، بس في عامل العرض والطلب ده ممكن يكون مؤثر في السوق المحلي. تمام. فلما بيزداد الطلب عن المعروض أو عن الموجود للبيع بالتالي الأسعار بترتفع. طيب هل احنا محتاجين يا أستاذ هاني نشوف مبادرة إعفاء المشغولات مرة تانية من الجمارك علشان السعر المحلي ينزل شوية؟ احنا الحقيقة في الشعبة برضو طرحنا فكرة إعادة المبادرة مرة أخرى على اعتبار انها ممكن تخلق نوع من التوازن ما بين المعروض وما بين الطلب، وبالتالي على الأقل هتحافظ على توازن الأسعار مع السعر العالمي. تمام. طيب لو العميل قرر انه يستثمر في الذهب، انت كأستاذ هاني بتفضل ايه؟ هل انه يستثمر في الجنيهات ولا السبائك ولا المشغولات، وايه السبب؟ هو
في كل الأحوال استثماره في الذهب في أي شكل من الأشكال هو استثمار، واستثمار طويل المدى ما بيبقاش للوقت القصير يعني. وإن كان ده ممكن يحقق برضو ربحيات للناس، لكن إحنا ما بنستحشر ده، ممكن على المدى القصير يحصل ارتفاع وانخفاض، لكن على مدار السنين فهو مضمون في الارتفاع. هل احنا نتوقع استاذ هاني زياده اخرى في اسعار الذهب؟ يعني هل هنكسر الحد الاقصى اللي كان موجود من شهرين ثلاثه؟ انا بقول دايما الذهب ملهوش حد اقصى، يعني ملهوش سقف في الاسعار، بيحقق ارقام يعني احنا ما كناش متخيلين انه يوصل لرقم 1000 جنيه في وقت من الاوقات، وبعدين قلنا 2000 وبعدين 3 ووصل في احيان ل4. فطبعا انا شايف ان هو ما نقدرش نحجمه بنقول ان هو يوصل لاقصى حد، لكن هو قابل للزياده في اسعار احنا ممكن ما نستوعبهاش يعني حاليا. في النهايه بشكر الاستاذ هاني ميلاد رئيس الشعبه العامه للذهب باتحاد الغرف التجاريه على المشاركه معنا. هنطلع فاصل قصير وهنرجع لحضراتكم في موضوع الساعة. الصناعة المصرية رايحة لفين؟ ازاي افتح منشأة صناعية؟ ايه الخطوات او ايه التحديات اللي ممكن تواجهنا؟ وايه المقترحات لتطوير ملف الصناعة عشان نقدر نوصل للحلم الاساسي اللي هو 100 مليار دولار صادرات سنوية؟ كل ده اكتر هنعرفه مع المهندس ابراهيم المنستلي، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية السابق. ابقوا معنا. رجعنا لكم تاني وبرحب بضيفي المهندس المرموق ابراهيم المنستلي، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع حاليا ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية سابقا. اهلا بيك معايا يا مهندس. دلوقتي يا باشمهندس ابراهيم، حضرتك شايف ازاي في قرار طلع من معالي وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بعدم غلق اي مصنع الا بشخصه؟ شايف القرار ده ازاي؟ وايه فايدته وايه تأثيره على المصانع؟ الحقيقة القرار ده قرار حكيم جدا جدا، لان بالتجربة العملية اثناء توليتي مسؤولية الرقابة الصناعية كان دايما الدافع بتاع اللي بينزل يفتش على اي مصنع ان هو يتصيد خطأ معين يلاقيه يقوم ياخد قرار بغلق هذا المصنع، وكان يعتبر هذا هو إنجاز. وكان هو الموظف ده بيبقى ليه قرار إنه هو ممكن يقفل المصنع في وجوده هو أثناء الزيارة إذا ما اكتشف أي واقعة معينة يستطيع أنه هو يوقف الإنتاج ويكتب تقرير يبقى بسببه يغلق هذا المصنع مؤقتا لعمل تعديل اللي هو شافه أثناء الزيارة. فكان يعتبر من الناحية النفسية أنه هو كده أدى دوره. فالحقيقة هو مش دوره أنه هو يغلق المصنع، هو دوره أنه هو يساعد المصنع على حل مشكلة هو لقاها أثناء الزيارة دون أن يغلق المصنع. وكنت دايما اقول انه ويديله جريس بيريد او يديله فتره سماح انه يقدر يعدل اوضاعه، يحط خطه معينه لخطوات معينه تتعمل بحيث ان هو يتغلب على هذا العيب ويتابع هذا. فكنت دايما اقول انه مش اسعد يوم في حياتي لما ترجع لي وتقول لي انا قفلت مصنع. ان يقفل مصنع يعني معنى كده ان في عمال وقفوا عن العمل وهيتاثروا، معنى كده ان في فلوس هيغرمها صاحب هذا المصنع، في استثمارات هتفضل واقفة يعني اليوم تصنيع في المصنع الواحد بيكلف آلاف الجنيهات. فأسهل حل انك تغلق مصنع، ولكن أصعب حل ان انت تحط ايدك على المشكلة وتشتغل مع أفراد المصنع بالظبط وتتفقوا على خطة عمل معينة للتصحيح، وبناء عليه يتم تصحيح هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن، وقد يستطيع أن يمشي إنتاج بجانب وجود هذا العيب ويمكن تحييده أثناء الإنتاج، ولا داعي إطلاقا لأن أنا أقفل المصنع بصورة كاملة. إذن هذا القرار قرار حكيم جدا، وانه اي فرد نازل يفتش ويخش مصنع
قبل ما يفكر انه يا نقفل المصنع انه يراجع نفسه كويس قوي، لان بقى في قرار دلوقتي بيمنعه انه ياخد هذا القرار. الصلاحيه اتخذت من ايدي خلاص. هنا بناء على هذا القرار لازم يرجع للسلطات المعينه المذكوره داخل القرار، وليكن الوزير المختص مثلا او مجلس الوزراء، ان هذا المصنع هيغلق، ويذكر هذه الاسباب اللي انا اتخيل انها لازم هتكون اسباب يعني دمويه، يعني اللي لازم فعلا المصنع يتقفل فيه، انه بينتج انتاج خطر على المستهلك اللي هيستخدم انتاج هذا المصنع. هنا لازم ارفع القبعه واقول للراجل لا انت اقفل المصنع، لكن مش لاي سبب، انه الاقي مشكلة تعديل في صالة الانتاج، الاقي مشكلة جزء من الخط معطل لا يؤثر في جودة المنتج وصلاحيته وامنه للمستهلك اللي هيستخدمه. فزي ما بقول لحضرتك تاريخيا كان من السهل ان اي مفتش يخش ويلاقي اي عيب ويقفله ويحس كده بنوع من الارضاء الذاتي. الارضاء الذاتي ايه ده؟ ضيع مستقبل الموظفين. هنا يعني تغيير المفاهيم اللي احنا لازم نعملها مع المفتش اللي نازل يراقب، انه انت مش دورك تقفل. مش في كريتيريا او نقدر نقول اسس علمية او اسس منهجية في اختيار هؤلاء الافراد اللي نازلين يفتشوا؟ بس النهاردة لما انا اجي ولاقي ان القرار تغير، وانا النهاردة سحبت الصلاحية بتاعت المفتش وطلعت الصلاحية للوزير، يبقى في مشكلة في المنظومة. دعنا نتفق ان دي دائما بتبقى دعيب تراكمي، احنا بشر ونفوس بشرية وقدرات. فكان من المفترض انه بمرور الزمن وبتغيير القيادات المختلفة ان هي تعدل هذه المفاهيم، وانها تحط المواصفات اللي عندها يجب بالفعل غلق مصنع. وانا يعني بكل بساطة زي ما بقول لحضرتك ان يكون بينتج منتج خطر على الصحة العامة، وده انا بعتبره كأنه مصنع تحت بير السلم زي ما كنا بنقول اللي هو الغير رسمي. لكن مصنع مرخص ليه ويحمل سجل تجاري سجل صناعي ومتشاف من الدولة من جميع الجهات وكده، بقى يعني اللي وجود عيب ما لا يؤثر على جودة المنتج او خطورته على المستهلك اخد قرار بغلقه. فزي ما بقول لحضرتك يمكن بالقرار ده تكون هي دي الخطوة الأولى لتغيير هذه المفاهيم، وإنه الجهات الرقابية تبتدي تبص طالما إنه غلق المصنع أصبح قرار صعب، فيجب وضع حيثيات للي عندها فعلا يتخذ هذا القرار. أنا هاخد من حضرتك كلمة الجهات الرقابية وتكملة القرار وتوحيد الرقابات من كل الجهات المختلفة وتوحيدها في لجنة واحدة تضم عشرات الوزارات والهيئات. شايف ما مدى أهمية تكملة هذا الجزء من القرار إيه؟ في ميزتين مهمين جدا. قبل ما أصدر هذا القرار كان أي مستثمر في القطاع الصناعي وهو قاعد على مكتبه والمصنع شغال يجيله على الصبح كده 3-4-5 تليفونات، ده في مندوب من وزارة كذا موجود جاي علشان يفتش، بعد ساعة ده في مندوب من جهة أخرى رقابية أخرى. فأصبح دلوقتي إنه هو منتظر إنسان بمنظوره الشخصي دخل مصنع وبص وعمل قرار معين يكتب بيه تقرير على وضع المصنع الحالي وتقييمه وسلام عليكم ويسيب المكان، والله بقى ما أدرك ما هذا التقرير ممكن يعمل مشاكل لصاحب المصنع قد إيه. فالميزة الأولى هي أنه يكون الجهات الرقابية ممثلة في لجنة، بحيث أنه كل فرد في مجال تخصصه الرقابي في هذه اللجنة
لازم ان هو يركز قوي قوي في اللي هو هيكتبه، ويعرف انه مسؤول قصاد هذه اللجنة، ان مخرج رقابته اللجنة كلها شايفاه واللجنة كلها معترفة بيه. يعني بدل عشرات الزيارات هي زيارة واحدة، من اللجنة تضم كذا مفتش بالظبط، هتكون لجنة واحدة فيها هؤلاء الرقابيين، بحيث ان انا لو انا عندي مصنع استقبل هذه اللجنة وابقى عارف انه انا دلوقتي هيتم تقييمي ومراقبتي من الجهات المختلفة الممثلة في هذه اللجنة، ويبقى ليها رئيس لجنة كمان. وليها رئيس لجنة، وحسب القرار هو من التنمية الصناعية، يعني وزارة الصناعة هي اللي هترأس هذه اللجنة. دي الفايدة الاولى. الفايدة التانية هو اختصار للوقت، بمعنى انه انا علشان اتقدم لأحصل على سجل صناعي لازم استوفي تقرير من البيئة، من الدفاع المدني، قد يكون من اي جهة اخرى، قد يكون الصحة لو انا او سلامة الغذاء لو انا بصنع مواد غذائية. فانا في الحالة دي انا قاعد منتظر كل واحد يجي لي علشان يجمل لي هذا التقرير واجتاز هذه الزيارة بكل ما يتم اكتشافها اثناء هذه الزيارة، وده وقت طويل، وممكن اللي هيجي ده لا ده اعتذر، ده هيجي الاسبوع اللي جاي بدل الاسبوع ده. تمام. فانا مصلحتي في ان انا استخرج السجل الصناعي معطلة الى ان يأتي الي جميع هؤلاء الذين يمثلوا الجهات الرقابية المختلفة. لكن لما تبقى لجنة واحدة جاية لمهمة محددة، هو زيارة المصنع الفلاني لتقييم المصنع الفلاني في المجالات المختلفة حتى يمنح السجل الصناعي في النهاية، فأنا كده اختصرت الوقت واختصرت المجهود على المصنع. طيب احنا شايفين اهتمام غير عادي من معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وشايفين اهتمام برضو غير عادي من الفريق كامل والوزير وزير الصناعة. شايف حضرتك ان هم ليهم تركيز او توجه على ثلاث انواع من المصانع: المغلقة، المتعسرة ماديا، او المهملة. شايف حضرتك عادي احنا بنتكلم على كام مصنع نعيد احيائه، ومحتاجين وقت قد ايه وشغل قد ايه عشان عايزين نوصل لايه في الاخر؟ انا حابب في الاول اظهر ليه الصناعة مهمة. ما انا موارد الدولة كتير، من قناة سويس، من سياحة، من الصناعة هي المورد الوحيد اللي استطيع انا كدولة اذا تمكنت من جميع مقوماتها ووضعت ليها التشريعات المناسبة ان انا اجني ثمار هذا المجهود. عكس السياحة مثلا، السياحة ممكن أعمل كل الخدمات واستثمر كل الاستثمارات، ولكن لعمل إرهابي لا قدر الله يحصل فمجنيش ثمار كل المجهود اللي أنا عملته بالزبط. إنما الصناعة أنا فعلا متمكن منها. إذن الصناعة أنا لو ركزت فيها كدولة أنا فعلا هستطيع أن أنا أحصل على هذه المميزات منها. طيب مميزاتها هي إيه؟ مميزات الصناعة بتلمس في أربع بارامترز بتتقاس بها اقتصاد أي دولة: الناتج المحلي، دي قيمة بنقدر نختبر بيها اقتصاد دولة، أيوة، إنه قد إيه الناتج المحلي من خدمات من منتجات. فلو عندي مصانع كتيرة فالقيمة دي هتعلى. التضخم، إن أنا لو عندي صناعة مزدهرة ومصانع شغالة ومنتجات مغطية الأسواق وتنافس ما بين المصنعين السعر حينزل، إذا هستطيع أن أنا أسيطر على التضخم وارتفاع والأسعار تنزل بالضبط. الدولار، لو عندي مصانع متبعة الإجراءات اللازمة للتصدير والجودة العالية اللي أقدر أنافس بها هذا المنتج في الأسواق الخارجية، فأنا هعرف أصدر، فأنا هعرف أجيب دولار، فأنا هعرف أن أنا بالنسبة لي أوفر هذه العملة اللي بحتاجها في مجالات أخرى. وآخر حاجة هي البطالة، لو عندي المصانع كلها شغالة معنى كده أن أنا عندي إيد عاملة هحتاجها، معنى كده أن أنا عندي شباب ليهم فرص عمل أنها تشتغل. إذن الاهتمام الحالي الواضح من الدولة للصناعة هو اهتمام في محله، وعندما ترى الدولة
وتغزو مشكلة المصانع المتعثرة فهو من أسرع الحلول اللي انت تستطيع ان انت تجني منها ثمار للصناعة. ليه؟ المصنع المتعثر ده هو استثمار متوقف. بالظبط. هو مصنع قائم بمبانيه على أرض مرفقة، دخله مكان متركب، ولكن لسبب ما هذا المصنع متوقف. إذا قارن قصد حضرتك ماليا تمويليا ليسنج يعني؟ أنا حاجي لحضرتك من ناحية الأسباب التعثر. بالظبط. لكن أنا حابب أقارنه ما بين هذا الوضع وأنا أعالجه كدولة من وضع إني حنشئ مصنع من أول وجديد. أرض لسه هرفقها وحبني عليها واستورد مكان وأبتدي أشتغل. إذن هنا عندي استثمار قائم متعثر وهنا عندي استثمار لسه هعمله. بالظبط. إذن العجلة عجلة هنا أسرع للحصول على نتائج. طب أسباب التعثر إيه؟ بالخبرة وبين السنين السابقة وأعتقد من الوضع الحالي في تعثر مالي، في تعثر فني، في تعثر تسويقي. يعني هما دول أعتقد الثلاث أسباب المحتملين. الأغلبية إيه في 12 ألف مصنع اللي مقفول؟ من وجهة نظر المتواضعة ممكن يبقى تعثر مالي. تعثر مالي. آه. طيب هل هيكون في صلاحيات في مع معالي الوزير كامل الوزير فريق كامل الوزير، هل هيبقى معاه صلاحيات؟ ما انا النهارده عايز احل مشاكل الراجل مع البنوك. صحيح. هل هيبقى هنا في سلطه ان انا اقدر اعمل اعاده جدوله للمديونيه، ادور على حلول مبتكره؟ صحيح. منها المبادرات مبادرات اللي هي للصناع المتعثرين بنسب وفوائد تمويليه أقل من المعتاد، وليكن وكانت كثيرا من هذه المبادرات، لكن هي عيبها أنها كانت مقتصرة بوقت محدود لمدة عام لمدة كذا شهر. فأستطيع يعني أقول دلوقتي أن لو معالي الوزير تبنى أحد هذه المبادرات لفترة زمنية ليست قصيرة، أعتقد دي هتكون داعم مالي للمصانع المتعثرة ماليا، ويستطيع المستثمرين أنهم اللي عايز ياخد تمويل معين هياخده بظروف ليست من اللي هي المعتاد عليها. بالزبط. بأرباح بنسب قليلة. طيب احنا هيبقى عندنا سؤال غير تقليدي معالي الباشمهندس، اللي هو التعليم وما مدى تأثيره على الصناعة. واحنا بنتكلم على بلد تعدادها النهاردة فوق 114 مليون. النهاردة احنا عايزين الشباب ده كله يشتغل، بس بتلاحظ ان التوجهات العامة للشباب ان هو كله عايز جامعات معينه او متخصصه في حاجات معينه. صحيح. واهملنا التعليم الفني والتعليم. صحيح. الصناعي والتعليم الزراعي، واهملنا جزء ده. صحيح. ده هنرجع لحضرتك للاجابه فيه بعد الفاصل. فاصل ونكمل معكم الحوار. ورجعنا لكم من الفاصل. باشمهندس ابراهيم، كان في دايما سؤال تقليدي كنا دايما بنساله، بنتكلم على بلد 114 مليون 60% من افرادها تحت سن 16 سنه، ودي ميزه وقوه بالنسبه. صحيح. لدول تانية يعني. صحيح. الصين عندها ازمه دلوقتي في الاعمار. شايف حضرتك ازاي نستفيد من القوه الهائله للشباب دول عشان النهارده انا اقدر اشغلهم في ال 12,000 مصنع؟ احنا ما اتكلمناش على نفتح جداد، اللي شغال، احنا بنتكلم على المقفولين. صحيح. ونبتدي نطور بيهم ونبني عليهم مستقبل. نمره واحد، في دور الاعلام للاسر اللي عندها اولاد بيبتدوا يجهزوهم للتعليم، انه مش منتهى الامل انك تبقى دكتور طبيب او انك تبقى مهندس، وانه التعليم الفني قد تستطيع ان انت تصل من خلاله لما لم يستطع طبيب ان هو يصل ليه. فاذا المايند سيت نفسه لازم يتغير، وده دور الاعلام، بحيث ان انا كاسره يصبح خيار طبيعي بالنسبه لي لابني وانا برشح له احد الكليات او احد المعاهد بعد ما يخلص الثانويه العامه، ان يبقى على بالي دايما التعليم الفني واقول له ورشحه له وابتدي اقول له مزاياه. اذا نمره واحد، اغير المفهوم الاول ده اجتماعي، ودي مسؤوليه الاعلام، ودي مش عايز اقول مسؤوليه وحيده، ولكن هي احد الوسائل اللي هتساعد الاسره لتغيير التفكير والمفاهيم بتاعتها.
تمام. لكن لازم نراهن على تثقيف الأسرة نفسها، وأن الأسرة لازم يكون عندها أفق، الأب لازم يكون عنده أفق أعلى في أنه أعلم ابني التعليم حتى ولو كان فني، ولكن الفني أستطيع من خلاله أنه هو يحقق أحلى خطوات مستقبله مثلا. لا احنا فعلا بنشوف ناس خارجين جامعات وجامعات يعني مفروض من القمة وبيشتغل شغلانات عشان ياكل عيش. صحيح. صحيح. فالنهارده ده يبقى احسن لك ولا احسن لك ان انت تتعلم حرفه؟ خصوصا لما تبص على اوروبا والمرتبات بتاعتهم تكتشف ان من اعلى المرتبات الناس اللي بيشتغلوا في الحاجات الحرفيه. فعلا زي حضرتك ما بتقول. لا وفي منظور تاني كمان، ان انا المهنه الفنيه اللي هيتعلمها ممكن تكون مطلوبه في دوله خارجيه، فاصبح عندي انا كدوله عندي مقدرة ان انا اصدر القوى البشرية المتعلمة فنيا. صح. والراجل ده لو راح دولة اجنبية يشتغل ده بيعلموه لغة بعد كده. ايوة فندم. لا ومش كده وبس، هو ده اقتصاديا انا استثمرت فيه، لان هو لما هيروح يشتغل في دولة اجنبية هيحول مرتبه اللي هو الدولار عندي. صح. فده هيبقى مورد زائد عندي من الدولار. فاذا الاهتمام بالتعليم الفني يتبلور وتصبح ثقافة أسرة. ثقافة. صح. بعد كده لازم أوفر المكان اللي هيتعلم فيه. ما هو أنا ممكن أربي عنده الرغبة ولكن ما عنديش الأماكن المتاحة دي. احنا معانا مداخلة هاتفية من المهندس أسامة الشاهد، هو عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الجيزة التجارية. أهلا بيك باشمهندس أسامة. أشرف تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. اهلا بيك. اريد حضرتك ازاي تصريحات رئيس الوزراء النهارده على موضوع تجديد التمويل او تجديد الدعم للصناعه المصريه من خلال تمويل بفائده 15% خصوصا وانا عارف ان حضرتك دعيت لخفضها ال 10%. تمام يا فندم. يعني قبل ما اخش في الجزئيه دي انا حضرتك يعني تسمح لي طبعا ان كان في هناك توجيهات من نائب رئيس الوزراء لشؤون التنميه الصناعيه بمنع التفتيش على اي منشاه صناعيه إلا من خلال اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة وبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية. وأضاف برضو أن عملية التفتيش وتعدد الأجهزة الرقابية اللي بتقوم بزيارات مفاجئة على المصانع كانت من معوقات الاستثمار الصناعي، ودي بتدي رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي. فطبعا احنا يعني بنشكر معالي الفريق كامل الوزير على هذا الاتجاه في هذا الموضوع. ننتقل للنقطة الثانية حضرتك، ده نعتبر ده دي توابع لتسهيل العملية الصناعية، وكان دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وجه محافظ البنك المركزي لوزارة المالية بالنظر في إضافة مبلغ آخر للمبادرة ب 15%. حضرتك طبعا معروف إن في مبلغ خصص للقطاع الصناعي وكان ب 15% عشان يقدر يعمل عملية دفع للصناعة. المبلغ ده استنزف وخلص، فابتدى دولة رئيس الوزراء عشان دعم للعملية الصناعية خلال الفترة الجاية لان هو يجدده تاني يجدده مرة اخرى. بس احنا بننشد حضرتك دولة رئيس الوزراء بان تبقى الفايدة 10%. حضرتك طبعا لو احنا تابعنا هذا الموضوع كان اول مبادرة كانت 5% للصناعات المتوسطة والصغيرة و 8% للصناعات الكبيرة، بعد كده ارتفعت الى 11 فارتفعت الى 15 طبقا لاسعار الفائده في البنك المركزي. انا عايز اقول ان انا النهارده حضرتك لو عايز اعمل جذب لعمليه الاستثمار وعايز الناس تحط تستثمر في الانتاج الصناعي لان ده هيعود على تغطيه سوق محلي وعلى تصدير، فاحنا عايزين ندعم بصوره اكبر لان الفائده في الدول المحيطه حضرتك عندنا بتبقى الفائده اقل. تمام. يعني الفائده على الدولار حوالي 5.5% 6%، فاحنا بنطالب انها ما تبقاش 8 تبقى 10% لان في حوافز ثانيه اخرى بتديها الدول المنافسه زي تركيا زي تركيا بالظبط بيدي 20% حوافز تصدير، احنا بندي 8%. فاحنا حضرتك عايزين تشجيع من دوله رئيس الوزراء ومن معالي الفريق ان يبقى حضرتك بالنسبه للاراضي الصناعيه وعاد النظر في تسعير الاراضي الصناعيه يعاد النظر في موضوع الفايده. طبعا موضوع الفايده ده بتغطيها وزاره الماليه لان ما فيش موارد في وزاره الصناعه ممكن انها تغطي فرق الفايده لان لازم تكون الفايده ثابته
بالنسبه للبنك المركزي. باشمهندس اسامه خليك معانا، احنا معانا المهندس ابراهيم المنستيرلي مستشار رئيس الهيئه العربيه للتصنيع حاليا. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم. معالي المستشار، حضرتك شايف ايه يا باشمهندس ال 15%؟ هل ال 15% كتمويل مش عبء شويه على هي فعلا زي اسامه بيما قال، لان المبادرات اللي قبل كده كانت اقل النسبه، اقل فيها 7% وفيها 5%، وانا زي ما قبل المداخله انا قلت لحضرتك انه حتى كانت مربوطه بفتره زمنيه معينه، تبقى مبادره حقيقيه لو ال 15% تم تقليلها. هي ال 15% دول لل 12,000 مصنع المغلقين او متعسرين مثلا، اغلبيتهم متعسر ماليا، ولا ده للمصانع الجديده؟ المفروض حسب القرار هو لدعم القطاع الصناعي ككل. ككل يعني باشمهندس اسامه، هو ككل ولا للمصانع المغلقه؟ حضرتك دي مبادره من لوزاره الصناعه لاي مستثمر حضرتك في مجال الصناعه بيحمل رخصه تصنيع وسجل ما. طب افرض هو مغلق، افرض المصنع مغلق بسبب تعثر مالي، ما هو حضرتك ده بقى دي التوجه الاخر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر في موضوع المصانع المغلقه دوت. حضرتك لازم تشكل لجنه على اعلى مستوى، لان غلق المصانع ممكن يكون له عده اسباب، ممكن تكون اسباب فنيه، ممكن تكون اسباب ماليه. فحضرتك النهارده يعني الباشمهندس ابراهيم قال ان هو يعني فنيه او تسويقيه كمان، فنيه او تسويقيه، الفني ده فندم انكلودنج في التسويق او في التسويق. أوكي. تمام. فحضرتك النهارده اذا كان لنواحي ماليه فاحنا هنشوف حضرتك قدره المصنع في استيعاب قروض اخرى عشان تنمي عمليه التشغيل ويفتح المصنع مره ثانيه، او اذا كانت من ناحيه فنيه فيبقى من ناحيه مراكز التدريب او التسويق او مساعده المصنع ان هو يسوق المنتجات بتاعته، برضه نتعاون في هذا الموضوع. بس هو طبعا الموضوع ده معقد جدا، لان احنا هنا في ملكيه خاصه اللي هي اللي بيمتلك مصنع مغلق، دي ملكيه خاصه. فالنهارده المبادره لازم تكون بتوافق ما بين الجهتين. يمكن بالزبط. احنا شفنا الفتره اللي فاتت ابدا بيخش حضرتك يشوف الموضوع فنيا وماليا وتسويقيا، ويشوف المصنع ده محتاج تمويل قد ايه ومحتاج دعم فني قد ايه، وبيقيم المصنع بالقيمه السوقيه بتاعته ويشوف هو هيخش بكام، وتبقى هنا عمليه مفارقه. وانا بشجع هذا النوع من الحلول، بس يبقى حضرتك في تقييم عادل. طيب احنا 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 لما بنيجي نتكلم على تقييم عادل، هل التقييم برضو هو بيفرق مع حجم المصنع؟ يعني مثلا صغار المصنعين دول الفئه الاكبر اللي كانت بتتعرض لقرارات الغلق، بالقرار الجديد ده شايف حضرتك هنقدر نوقفهم على رجليهم في فتره زمنيه قد ايه عشان لو احنا بنتكلم على حلم ال 100 مليار نقدر نوصل له؟ بص يا فندم، هو حضرتك حجم ال 100 مليار هو مش 100 مليار، هو ده فخامه الرئيس للوصول ل 145 مليار بحلول 2030. طبعا الرقم ده كبير جدا بالنسبه لحجم الانتاج الصناعي اللي موجود. حتى بالزبط. لو انا دعمت المصانع المغلقه او طورت في المصانع القائمه او اديت تمويل اضافي لهذه المصانع، مش هينتقل من ال 36 ل 35 ل 145 خلال هذه الفتره. ففي الحاله دي حضرتك انا هنا بطلب الاستثمار الخارجي، يعني انا هدعم الكلام ده، هدعم الصناعات المصانع المغلقه، هدعم القائمين، فهرتفع مثلا من 36 ل 50 ل 55. طب انا تمام. عشان اوصل للمستهدف لازم حضرتك اعمل عمليه جذب خارجي من الاسواق المحيطه. النهارده السعوديه بتدي امتيازات ضخمه جدا للمصنعين او الناس اللي هتيجي. بس يا باشمهندس اسامه احنا ما نقدرش نقارن بالسعوديه والامارات لان هم وضعهم الاقتصادي اقوى مننا بكتير. عندنا مميزات مش موجوده عندهم، عندك موقع جغرافي مميز مش موجود تمام. عنده، عند حضرتك اتفاقيات دوليه موجودة مع أفريقيا أو مع غدير أو مع الاتحاد الأوروبي أو خلافه تمام. بتتيح لحضرتك أن المنتج بتاعك ده يروح لهذه الأسواق بدون جمرك، ممكن يكون مش متاح حضرتك للمنافس. فأنا لو حضرتك حطيت شوية بنفيت ومميزات بالنسبة للأرض الصناعية، تخفيض سعر الأرض الصناعية حتى لو أنا بديها بالمجان، أنا حضرتك بشغل بطالة، نمرة اتنين انا باخد ضرائب كسب عمل، نمرة تلاتة انا باخد تأمينات اجتماعية، نمرة اربعة انا باخد ضرائب عقارية يمكن موقوفة الثلاث سنين دول فيهم اعفاء، بس انا حضرتك بعمل حركة في السوق بالكامل.
فانا يعني الموضوع عايز يدرس، واحنا الصناعه هي قطاع قاطره الوحيده اللي ممكن تخرجنا من هذا الموضوع، لان ممكن يبقى النمو بتاعها سريع. صح. فيعني بنتوجه طبعا لدوله رئيس الوزراء ومعالي الفريق كامل الوزير ان احنا ندي مزيد. طبعا احنا بنرحب باللي اتعمل وطالبين مزيد عشان حضرتك دفع عجله الصناعه خلال الفتره الجايه. احنا في النهايه بنشكرك المهندس اسامه شاهد، عضو مجلس اداره اتحاد الصناعات المصريه ورئيس غرفه الجيزه التجاريه. شكرا باشمهندس اسامه. تحديات صعبه، وباشمهندس اسامه ركز في جزئيه مهمه جدا، الا وهي ان احنا نعرف ننافس الاسواق اللي هي معانا في نفس المنطقه، تركيا، صحيح، السعوديه، صحيح، امارات، صحيح. ده بالعكس، ده النهارده انت بتشوف في الامارات منتج اماراتي بيتباع في امريكا والاتحاد الاوروبي. فالنهارده احنا بنتكلم ان احنا ندرس. هنخلص امتى الدراسه؟ خصوصا الاوضاع الجيوسياسيه بتاعتنا دلوقتي لا تسمح. المهم انك تبتدي، وانك تعرف ان انت محتاج فعلا، زي اسامه بيه مثلا ما ذكر الاستثمار الخارجي المباشر. انت محتاج هذا الاستثمار، لانه ده هيكون من اسرع الحلول اللي تخلي الصناعه عندك تقوم. تمام. انك تقنع مستثمر خارجي يحمل نوهاو معين لمنتج معين ان يجي يستثمر في جمهوريه مصر العربيه. للمميزات اللي تم ذكرها، انا موقعي حيوي جدا، انا ليا اتفاقيات مع مناطق كثيرة في العالم، أفريقيا وأغادير وتركيا، إن منتجي اللي حضرتك يا مستثمر أجنبي هينتج هنا في مصر هتعرف تصدره إلى هذه الدول من غير ما يدفع عليها أي جمارك. أنا سوق داخلي 100 مليون نسمة، وده يعني رقم لا يستهان به. 114 يعني أنا حتى لو ما صدرتش، صح، أنا مستهلك، عندي سوق قوي جدا، عندي سوق قوي جدا، وعندي مناخ مستقر لهذا المستهلك إنه يفضل خارج بره ويمارس حياته، مش زي دول أخرى يوجد شتاء وتلج وأنا قاعد مكتن ببيتي ما بعملش أي أكتيفيتي، لا ده أنا حر في جميع أنشطتي. إذا هذا المستثمر لو أنا فكرت ونجحت أستقطبه علشان يجي، لازم أعمل له مميزات. ما إزاي ليه هو هيجيلي؟ وليه مش هيروح السعودية؟ وليه مش هيروح الإمارات؟ لأن أنا هديله مميزات. أنا هبتدي زي برضو ما تم ذكره، إن أنا أديله بعض الحوافز والإعفاءات، وأديله بعض الإعفاءات، الأرض اللي هيبني عليها. يعني مفيش مانع أبدا إن أنا أديها له بحق الانتفاع، ما يعني مش لازم إنها إن هو يشتريها، لأنه ثمن الأرض غالي جدا، وفي اقتصاديات أي مشروع هيبقى هذا الرقم مؤثر جدا في اقتصاديات المشروع. فأنا لو اديتها له حق انتفاع على 20 سنة، على 30 سنة، فأنا في الحالة دي وفرت عليه في اقتصاديات هذا المشروع. إذن أنا عندي المقومات الطبيعية اللي احنا ذكرناها، اتفاقيات، جو، سوق داخلي. يبقى فقط حاجة واحدة بس، المحفزات اللي أنا هعملها، زائد عرض امكانياتي انا للخارج. ما انا هجيب المستثمر ده ازاي؟ انا لازم هروح له واعرض عليه واقول له انا احسن دوله في المنطقه، انا ده تسويق، انا بسوق للدوله واللي عملته الدوله من انفراستراكشر في المدن المختلفه، حسنت المواني، حسنت الطرق، حسنت حاجات كتيره جدا. دلوقتي لازم ده بقى ليه ترتيب عالمي مرموق في شبكه الطرق والكباري. دلوقتي لازم جه الوقت اللي انا استثمر هذا المجهود اللي انا عملته والمصاريف اللي انا صرفتها دي، استثمرها ازاي؟ ان انا استخدم كل ده واروح للمستثمر اقول له عارف لما هتجيلي انا هديك ميزه 1 2 3 4 بجانب مزايا الطبيعيه الموجوده اللي هي 1 2 3 4. لو قدرت اعمل استثمار اجنبي مباشر بارقام عاليه، أنا الحقيقة دفعت بعجلة الإنتاج، دفعت القطاع الصناعي بتاعي بصورة إيجابية، جبت عملة صعبة، شغلت ناس، فوائد الصناعة اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب السؤال اللي أنا عايز أسأله، احنا عندنا من القدرات البشرية، وعندنا بحر أحمر وبحر المتوسط، وعندنا نيل، وعملنا شبكة طرق وكباري. النهاردة بنشوف دول شقيقة مجاورة، خلينا نتكلم بصراحة تامة، دولة زي المغرب
النهاردة بتنتج العربيات الفرنساوي وبتنافس فرنسا نفسها في تصديرها للعالم كله، وابتدت تخلق عملة صعبة. ليه بنحاول نخترع العجلة؟ ليه؟ ما احنا اوريدي شفنا كيس ستاديز قبل كده وناس مشيت بخطوات 1 2 3 ونجحت ووصلت لهدفها. فالسؤال هنا ما نتحرك، احنا يعني ان الوضع اللي حوالينا في المنطقة ما يبشرش بخير او ما بيساعدش. صحيح. يميني وشمالي. صحيح. وفوق وتحت، واصبح انك لازم تعتمد على نفسك بصناعتك. عشان كده انا بخدت من حضرتك الجملة لما يعني كنا بندرس في الاقتصاد ان في 4 مصادر دخل للعملة الصعبة. السياحة مصدر اساسي، قناة السويس مصدر اساسي، تحويلات المصريين في الخارج مصدر اساسي، وتصدير المنتجات البترولية او الغير بترولية. الرابعة دي انا فعلا قادر عليها وانا اللي اقدر اتحكم فيها. الثلاثة التانيين انا العوامل الخارجية هي اللي بتأثر عليا فيهم. صحيح. فهنا السؤال، ليه احنا ما نبتديش نشوف غيرنا عمل ايه ونبتدي نطبقه على ارض الواقع، خصوصا ان احنا دلوقتي عندنا الانفراستراكشر او البنية الاساسية زي ما حضرتك قلت اللي تساعدنا نوصل للهدف الاساسي. الاجراءات وتسهيل الاجراءات ليس الا، انا عندي كل المقاومات دي احسن بكثير من امثلة الدول اللي حضرتك ذكرتها، ولكن ينقصني الاجراءات وتسهيل الاجراءات والبيروقراطية. لو انا قدرت اتغلب على هذا، ولازم هتغلب عليها في وجود هذه القيادة اللي ابتدت تصدر مثل هذه القرارات الجريئة، ان لو تغلبت على هذا اؤكد لك ان المستثمر الاجنبي هيراجع نفسه كتير قوي قبل ما يقول لا انا مش هروح مصر. مش هروح لمصر بعد كده. الاجراءات والبيروقراطية وتسهيل، وده سهل جدا لانه دي حاجات احنا اللي بنعملها. يعني احنا لما احنا اللي بنحط الاجراءات دي، نقول على المستثمر ان هو يجيب لنا 1 2 3 4، ان تشكل لجان معينة داخل وزارة الصناعة مثلا وتشوف منطقية التشريعات اللي موجودة. تمام. منطقية القرارات الوزارية السابقة اللي موجودة والاشتراطات المطلوبة لأي مشروع جديد حيبتدي. تمام. وابتدي اشوف هل هذا منطقي ولا لا، الغي الاجراء ده، هل يكفي بدل ما يقدم اوراق تثبت انه كذا لا يقدم بس حاجة ابسط. هنا ده في ايدينا احنا. صح. لما حضرتك اتكلمت على كلمة البيروقراطية افتكر ان احنا الواحد يعني الواحد سافر دول كتيرة ما بقاش بيشوف العامل البشري اصلا، ده كله through the internet او من خلال الانترنت. حتى الواحد في المطار انت باسبورك بتحط على بتاع، لو ما يطلع لكش الموظف غير لو عمل الارم مثلا ويبقى السؤال محدد. صحيح. فالسؤال هنا، هل البيروقراطية اللي هيقضي عليها العامل التكنولوجي؟ مش كل البيروقراطية، لانه هيظل احد الاجراءات يستلزم ظهور المستثمر بنفسه لتعريف عن نفسه لتقديم ورق معين. انا معاك، بس هيبقى الفرد مش هيبقى لمجموعة افراد. ما انا بقول لحضرتك ان مش كل البيروقراطية، جزء من البيروقراطية ليس بقليل التكنولوجيا فعلا هتتغلب عليه، وحيكون كله أونلاين، وهذه الخدمات اللي بيطلبها المستثمر من استخراج تصريح، استخراج ورق، تخليص معاملة مالية معينة ممكن هيعملها أونلاين، وهنا حكون أنا قضيت على البيروقراطية. صح. حيظل جزء بسيط زي ما بقول لحضرتك اللي يستدعي ان هو يظهر بكيانه. هنا برضو لازم، أنا مش هستسلم برضو البيروقراطية في هذه الجزئية، أنا لازم أسهلها له كمان. يعني ان واحد بيجدد حاجة، يعني يكون هو مستثمر اجنبي وبيجدد اقامته، بيجدد رخصته، يعني ورق بيتم. صح. تجديده، احنا بنلاقي انه قد يكون الاجراءات انك اكنك بتستخرجها من اول مرة. فعشان كده هي دي اللجنة اللي انا بقول عليها، تشوف منطقية الاجراء، هل اللي بيجدد يبقى نفس اللي بيستخرج لاول مرة ولا ايسرها له شوية. اذا هي حاجة في ايدينا، وانا زي ما بقول لحضرتك بعد ظهور هذه القرارات انا متأكد ان احنا ان شاء الله هنكون على الطريق السليم. شايف ازاي خصوصا الرئيس بينادي الشباب كتير قوي، يا جماعة التكنولوجي، يا جماعة البروجرامينج، يا جماعة الناس تبتدي تركز في الفيل ده والتخصص ده. شايف
ايه التحركات اللي احنا لازم نمشي عليها وايه المسار اللي احنا لازم نمشي عليه لتوطين التكنولوجي خصوصا للاندستري او للصناعه. لو انا وفرت المعاهد الفنيه المتخصصه في هذا المجال بعدد كافي وبتكلفه اقتصاديه وباعلان عن مزايا هذا المجال، هو الموضوع كله هيبقى اكنه تسويقي، اكن حضرتك بتسوق للصناعه بالظبط، فلازم اخليها متوفره، ما يبقاش مثلا معهد او اتنين، يبقى انا لو انا من ساكني اسوان ما لاقيش ده في محافظتي مثلا المعهد المناسب اللي اتلقى فيه مثل هذه الخبره، فيكون عدد المعاهد متوفر في متناول زي ما اقول التكلفه الاقتصاديه، وان انا ابتدي اعلن عن وجود هذه المعاهد، لانه الكلام عن هذا الموضوع في محله فعلا، والجيل الرابع والجيل الخامس في الصناعه هيحتاج لمثل هذه الخبرات. انت شايف بالنسبه للتكنولوجي العالم كله خلاص دخل في الاي اي، واحنا لسه بنقنع المواطن ان هو يسجل كل بياناته على الويب سايت مثلا زي كذا ويب سايت، يعني شايف ان احنا فعلا الجاب ابتدى يكبر قوي؟ في بعض الحالات اقدر اقول لك اه، لكن احنا عندنا مصانع وعندنا نماذج لبعض المصانع الموجودة حاليا، وانا يعني ما اقدرش اقول اسامي هذه المصانع، لكن اؤكد لك انها في صورة مشرفة جدا، وان بعض هذه المصانع لما كنت ازورها اكني انا في احد الدول في اوروبا او في امريكا، بتضاهيها من الامكانيات والمعدات والتقدم في آلات التحكم الداخلية اللي فيها. ففي المجال ده اقدر اقول لحضرتك لا، انا ممكن بزقة من السلطة التنفيذية وتسهيل ومبادرات ان انا ابتدي الاحق الاخرين في مثل هذا المجال، انما هيفضل برضو انا عندي كدولة مسؤولية ان انا يعني قبل ما اتطلع لمثل هذا العالم ان انا اخلص الاول من التعليم وجودة التعليم ويعني والثقافة ونشر الثقافة على مستوى المواطن العادي. اما في المجال الصناعي زي ما بقول لحضرتك هناك امثلة لمصانع تضاهي المصانع الخارجية. احنا في النهاية بشكرك باشمهندس ابراهيم على هذا اللقاء الشيق، واعتقد ان كلمة الصناعة دي داخلة فيها مليون فيلد، مليون قطاع، تعليم، تكنولوجي، مالية، قصة كبيرة جدا وحلم كبير جدا. في النهاية احنا بشكرك على اللقاء الجميل ده. في النهاية بختم حلقتي معاكم وبشكر حضراتكم على المتابعة، وان شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة من صناع القرار.